من الـ LBCI مساء الخير. هذه أبرز عناوين نشرة الليلة: مجزرة ألمانية رياضية في حق البرازيل، وماذا عن قمة الليلة بين الأرجنتين وهولندا؟ ومجزرة حقيقية إسرائيلية في حق غزة، ولا مؤشرات إلى انحسارها. والمعادلة الجديدة للتنسيق: لا سنة دراسية من دون سلسلة. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود وديما صادق. مساء الخير. مجزرتان بين الأمس واليوم، واحدة حقيقية ومتمادية والثانية مجازية. الحقيقية هي الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، وليس في الأفق ما يشير إلى انحسارها. أما المجزرة المجازية فرياضية، وقد ارتكبتها ألمانيا في حق البرازيل، فحطمت صورتها كإحدى أرقى الدول في رياضة كرة القدم. فجعة رياضية حلت بالبرازيل التي ذاقت 7 أهداف، فخرجت من المونديال الذي تستضيفه، وبكى ملايين البرازيليين على هذه الهزيمة المدوية التي ستلاحقهم كأقصى لعنة في تاريخهم. وكما شهد أمس أحد مباريات القمة المبكرة، كذلك ستشهد ليلة قمة مبكرة أيضا بين الأرجنتين وهولندا. وللمفارقة والمقارنة، عام 82 أثناء الاجتياح الإسرائيلي لبيروت كان المونديال يقام في إسبانيا على رغم هول الاجتياح. بقيت أنظار العالم، بما فيها أنظار العالم العربي، مركزة على المونديال أكثر من التركيز على الاجتياح. وقبل الدخول في كل هذه التفاصيل، نشير إلى تطور تربوي نقابي جديد. فبعد أزمة عدم تصحيح الامتحانات، هيئة التنسيق النقابية تطرح معادلة جديدة: لا سنة دراسية في أيلول ما لم تقر سلسلة الرتب والرواتب. البداية من المونديال.